بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامعة الدمام من عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لمقرر الإحصاء للإدارة للدكتور رائد الخصاونة. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة السادسة من الأسبوع الثالث، وتحت عنوان المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية المنفصلة من الباب الثاني. في المحاضرة الخامسة كنا قد بدأنا بمفهوم المتغيرات العشوائية، وعرفنا نوعين من المتغيرات العشوائية، فقلنا أن هنالك المتغيرات العشوائية المنفصلة وكذلك المتغيرات العشوائية المضطردة، وعرفنا كل من مفهوم المتغير العشوائي المنفصل ومفهوم المتغير العشوائي المتصل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل، وتكلمنا أن أي اقتران أو جدول يمثل توزيع احتمالي منفصل لابد أن يحقق أحد الشرطين التاليين. تكلمنا أنه احتمال f of x أو p of x دائما يساوي أكبر قيمة غير سالبة، يعني أكبر من أو يساوي صفر، ومجموع الاحتمالات في ذلك الجدول أو في ذلك التوزيع يجب أن يكون مجموعها يساوي واحد. اليوم رح نكمل بعض المفاهيم على المتغير العشوائي المنفصل، وخلونا بداية نتعرف على التوقع الرياضي للمتغير العشوائي المنفصل واللي بيسموه mathematical expectation. فدعونا نبدأ بالتعريف الأول، فنقول أن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي المنفصل الذي اقترانه الاحتمالي f of x هو المقدار التالي. لاحظوا أننا نرمز للمتغير العشوائي للتوقع الرياضي للمتغير العشوائي x، إما أن نرمز له بالرمز ميو، هذا بسموه حرف لاتيني ميو، وهو عبارة أو حرف يوناني عفوا ميو عبارة عن E من كلمة expectation، أول حرف من كلمة expectation هي توقع المتغير العشوائي x، وعبارة عن summation حاصل ضرب قيمة كل متغير عشوائي في احتماله أو f of x. فلاحظوا أن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي x هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب قيمة كل متغير عشوائي له x في f of x اللي هو احتمال ذلك المتغير العشوائي. تطبيق هذا المفهوم أو التعريف سهل جدا، فلو انتقلنا للمثال الأول حول هذا مفهوم التوقع الرياضي، لو كان لدينا الجدول أوجد التوقع الرياضي للمتغير x والذي توزيعه الاحتمالي موضح في الجدول. لاحظوا أن التوزيع الاحتمالي لهذا المتغير هو يمثل العمود الأول والعمود الثاني. لاحظوا العمود الثاني هو بس عملية إضافة. فكان عندي متغيرات عشوائية منفصلة، لاحظوا أن حكينا المتغير العشوائي المنفصل يأخذ قيمة صحيحة فقط، فبدأ من عدد 3 و 4 و 5 و 6 و 7، واحتمال كل من هذه المتغيرات العشوائية اللي نستطيع أن نرمز له برضه باقتران احتمالي، كان عندنا 3 بالعشرة، 2 بالعشرة، و 2 بالعشرة، و 1 بالعشرة، و 2 بالعشرة. الآن لاحظوا أن قيمة f of x هي أكبر من صفر، ما في قيمة سالبة، ومجموعهم يجب أن يكون واحد. لاحظوا لو جمعنا 3 بالعشرة و 2 بالعشرة 5 بالعشرة وتحت 5 بالعشرة بيطلع مجموعهم كلياتهم واحد، وجمع الاحتمالات أكبر أو تساوي صفر أو أكبر من صفر. لأن حتى أجد المتغير أو التوقع الرياضي لهذا المتغير العشوائي ولهذا التوزيع الاحتمالي المنفصل بقوم بعملية ضرب قيمة كل x في f of x. فنضرب 3 في 3 بالعشرة والأربعة في 2 بالعشرة ينتج 8 بالعشرة، الأولى 9 بالعشرة، وبعدين 5 في 2 بالعشرة اللي 1 صحيح، و6 في 1 بالعشرة 6 بالعشرة، وآخر شيء نضرب 7 في 2 بالعشرة بيكون عندي الناتج 1.4. بالخطوة الأخيرة نقوم بجمع آخر عمود من خلال ضرب قيمة x في f of x كما هو موضع في العمود الثالث، وبعملية الجمع نحصل على، لو جيت جمعت العمود الأخير بنقول أن التوقع الرياضي اللي هو الميو نفسه الإي للإكس يساوي 4.7 4.7 بالعشرة.
وهي عبارة عن حاصل جمع العمود الأخير. إذن بصورة عامة إذا كان عندي توزيع احتمالي منفصل x f of x أو x p لل x نفس المعنى، فقط عملية ضرب قيمة كل من ذلك المتغير العشوائي في احتماله، بعد ما نجري عملية الضرب نقوم بالجمع فيعطينا قيمة التوقع الرياضي. خلينا ناخذ مثال آخر بصورة معادلة. أوجد توقع x إذا كان، هذا المثال أخذناه في، هذا سميناه توزيع احتمال المنفصل، أخذناه في المحاضرة الماضية. لو طلب السؤال أوجد توقع x حيث f of x تساوي x على 15، حيث x تأخذ قيم من 1 إلى 5 وصفر بغير ذلك. لاحظوا في هذا المثال أو كما ذكرنا سابق الجزء الثاني اللي هو f of x يساوي صفر، ناسين القوس هون، هذا نهمله فقط، إحنا نأخذ الجزء الأول. طيب الآن حتى أطبق مفهوم التوقع الرياضي، خلينا نحل هذا على صفحة جانبية قبل ما نشوف الحل كامل. حتى أحل هذا المثال كما تعلمنا في المثال رقم 1، طيب حكينا احنا التوقع الرياضي، حكينا التوقع الرياضي e للx عبارة عن رمز المجموع x في f of x، طبعا هو نفسه المجموع x في p للx، سواء هذه الصورة هذه الصورة نفس المعنى. فالآن حسب المثال اللي موجود أمامكم نحكي توقع متغير عشوائي x يساوي، طبعا لاحظوا بما أن قيم x من 1 2 3 4 5 فهذه قيم صحيحة، فهذا نوع، هذا عبارة عن متغير عشوائي منفصل، وهذا توزيع احتمالي نسميه منفصل. الآن نأخذ قيمة x تساوي 1 ونضرب في احتمالها، احتمالها هو عملية تعويض قيمة الواحد بدل x وبصير 1 على 15، هذه أول قيمة. الآن نأخذ القيمة الثانية اللي 2 ونضرب في احتمالها اللي عبارة عن 2 في 15 زائد 3 مضروبة في 3 على 15 زائد 4 مضروبة في 4 على 15 وأخيرا 5 مضروبة في، عندي 5 قيم، 5 على 15. وهذا يساوي، لاحظوا نضرب البسط في البسط على المقام نفسه بصير عندنا طبعا المقام راح يكون متساوي للجميع اللي هو 15، فبنختصر المقام للكل، فبنحكي 1 زائد 4 زائد 9 زائد 16 زائد 25. طيب عندنا 25 و25 50 و5 يطلع الجواب 55 مقسومة على 15. إذن فسواء كان عندي جدول أو كان عندي معادلة على هذه الصورة أستطيع أن أحسب التوقع الرياضي من خلال تطبيق الصيغة أمامكم، عمليات بسيطة فقط، نضرب كل متغير عشوائي في احتماله محاصل الجمع، هذا طبعا رمز السيجما summation، بالنهاية بيطلع لي قيمة هي تمثل قيمة التوقع الرياضي لمتغير عشوائي منفصل. الخطوات اللي طبقتها الآن خلينا نعرض الحل، فالآن خلينا نعرض الحل سويناه، بحكي الحل يساوي، بحكي عبارة عن الميو اللي التوقع الرياضي رمز أو الإي للإكس عبارة عن حاصل summation x في ال f of x، هنا في عنا تعديل إن شاء الله رح أقوم بتعديل، نسينا ال f of x،
عبارة عن واحد في حاصل احتمال المتغير عشوائي الأول زائد المتغير عشوائي الثاني في احتماله زائد الثالث في احتماله والرابع في احتماله والخامس في احتماله. أخيرا حكينا المقامات متساوية، بضرب البسط في البسط بطلع عندي النتيجة هي 55/15 واللي هي 11 مقسومة على عدد 3. خلينا نشوف خواص التوقع الرياضي اللي حسبناه في المثالين السابقين، ودعونا نأخذ النظرية التالية حول خواص التوقع الرياضي. تقول النظرية إذا كان أن متغير عشوائي X وإذا كان A و B عددين ثابتين، فإذا قمنا بضرب هذا المتغير العشوائي بالعدد A وأضفنا له B فإن النتيجة الجديدة ستكون عبارة عن A في حاصل ضرب التوقع الرياضي السابق مضافا له العدد B. بمعنى إذا كان عندي تحويل، خلينا أوضح بصورة أكثر، إذا كان عندي تحويل رياضي لو حكينا عنه كان توقع رياضي للإكس يساوي قيمة معينة فرضا نحكي 5، وكان عندي تحويل اللي هي الواي عبارة عن الـ A مضروبة كان في عندي تحويل رياضي بحكي الـ A عبارة مضروبة في الـ X زائد B، فالآن بحكي التوقع الرياضي للواي راح يساوي عبارة عن الـ A في التوقع الرياضي للـ X مضافا له العدد B، بمعنى أنه عندي الـ A راح تكون مضروبة في الخمسة مضاف إلها الـ B، يعني بمعنى 5A زائد B. لاحظوا أنه الـ A والـ B أي عددين ثابتين مهما كانت قيمتهم، بنقوم عملية تعويض الـ A وقيمة الـ B فبطلع عندي النتيجة الجديدة للتوقع الرياضي. وهذا يعني أنه إذا ضرب المتغير العشوائي بعدد ثابت وليكن A وأضيف له عددا ثابتا آخر B فإن التوقع الرياضي يتأثر بنفس الطريقة فيصبح بعد التعديل مساويا للتوقع الأصلي مضروبا في A ومضافا إليه العدد B. خلينا نشوف المثال التالي. مثال إذا كان عندي التوقع الرياضي يساوي 6 أوجد التوقع الرياضي اللي حاصل ضرب 3x + 5، يعني قمنا بضرب المتغير عشوائي بالعدد 3 وضربناه 5، الحالة الثانية ضربناه بنصف وطرحنا منه 2. لاحظوا الآن حل بسيط جدا، نحكي الحل مباشرة e^3x + 5 عبارة عن 3 ضرب المتغير العشوائي الأصلي ل e للx عبارة عن قيمة 6 + 5 بيقول 18 و5 يساوي 23. الحالة الثانية نص في 6 المعطاة طرحنا منها 2 يساوي نص في 6 ولو عبارة عن 3 - 2 يساوي العدد 1. فقط عملية نطبق عملية أي تعديل سواء كان ضرب جمع طرح تطبق على ذلك المتغير عشوائي. مثال آخر، خلينا نحكي إذا كان التوقع الرياضي يساوي 10 وكان E للـ A للـ X زائد 5 يساوي 25 أوجد قيمة الـ A. الآن أنا أعطاني التوقع الرياضي قبل التعديل وبعد التعديل وطلب مني أحد المجاهيل اللي هو الـ A، فكيف بدي أحل؟ بحكي الـ E للـ A للـ X زائد B يساوي عبارة عن الـ A في للـ E للـ X زائد B. طيب خلينا برضو نوضحه بحل جانبي. لاحظوا أن أنا أعطاني الآن قيمتين، أعطاني E للـ X تساوي 10 وعطاني E للـ A للـ X زائد 5 يساوي 25، أوجد قيمة A. هذه معادلة رياضية، الـ E للـ A X زائد 5 يساوي عبارة عن الـ A مطلعها برا في الـ E للـ X زائد 5 هذا يساوي 25. لاحظوا الـ A الـ E للـ X من المعطى الأول عبارة عن 10 فبنحكي 10 أو A في 10 زائد 5 يساوي 25. الآن لاحظوا بصير عندي 10 A بدي أتخلص من 5 فبنقولها على الطرف الآخر بصير إشارتها بصير 25 - 5 ومنها 10 للـ A يساوي 20 قسم الطرفين على معامل الـ A فبنحكي A تساوي العدد 2.
فلاحظوا الآن لو حبيت أتأكد الآن لو حبيت أتأكد الآن لو حبيت أتأكد فحكينا هون 10 زائد 5 فبنحكي 10 في A تساوي 25 ناقص 5 في 10 يساوي 20 فالA تساوي العدد 5. فالآن لو حبينا نتأكد أنه حنا صح ولا خطأ لو جينا أخذنا الاثنين عوضناها فبنحكي 2 في 10 20 زائد 5 بيطلع الجواب 25. إذن هذا هو حل المثال التالي. فكما وضحت نحكي E للA للX زائد B يساوي عبارة عن A مضروبة في توقع الX زائد B ويساوي A في طلعنا الA الخارج في E للX زائد B وتساوي A مضروبة في 10 زائد 5 يساوي 25. نقلنا الخمسة إلى الطرف الآخر صارت 20 و10 A يساوي 20 قسم الطرفين على معامل A اللي هو 10 بيطلع الجواب هنا يساوي 2. وضعت التمرين التالي على مفهوم حساب أو كيفية حساب التوقع الرياضي لمتغير عشوائي منفصل. هذا الجدول يمثل توزيع احتمالي منفصل. الخطوة الأولى لاحظوا أنه عندي المجهول A، هذا تعلمناه في المحاضرة الماضية كيف سنجد المجهول A. طبعا لاحظوا أنه لازم في عندنا الشرط الثاني لتوزيع احتمالي منفصل، يجب أن يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1 ومنها نستطيع أن نجد قيمة الـ A. التوقع الرياضي بعد ما نجد قيمة الـ A رح نضرب كل عمود أو كل نقطة أو قيمة من العمود الأول في العمود الثاني نجمع نحسب التوقع الرياضي. بعد ما نجد التوقع الرياضي بدنا نحاول نشوف ما هو أثر التحويل الخطي 2x زائد 10 على التوقع الرياضي اللي حسبناه في نقطة 2. الآن خلينا ننتقل لمفهوم التباين متغير عشوائي X. درشي حسبنا التوقع الرياضي أو هو المعدل، الآن خلينا نشوف تباين متغير عشوائي X. التعريف نحكي إذا كان إذا كان ميو اللي هي التوقع الرياضي المتغير عشوائي X فإن تباين X ويعبر عنه بالرمز سيجما تربيع. لاحظوا الآن التباين رح أرمز له بالرمز سيجما تربيع، وأنا استخدم تربيع حتى أجد الانحراف المعياري اللي هو سيجما عبارة عن الجذر التربيعي للتباين، يعطى بالصيغة التالية. لاحظوا السيجما تربيع للتباين المتغير عشوائي X يعتمد على التوقع الرياضي اللي حسبناه في الحالة السابقة، فنقول عبارة عن رمز المجموع عبارة عن حاصل عبارة عن X ناقص ميو. نقوم بعملية طرح كل قيمة من قيم المتغير عشوائي من التوقع الرياضي، نربع ونضرب في احتمال كل منها اللي هو F of X. إذن لازم نفهم كيفية حساب، بغض النظر احنا قد يعني هذه الصيغة إذا فهمنا الخطوات ما نحتاج نحفظ هذه الصيغة. لاحظوا الآن خليني أشوف كيف بدي أحسب التباين. الآن مثال بيسأل بحكي جد تباين X إذا كان توزيع الاحتمالي كما يلي. لاحظوا هذا توزيع احتمالي منفصل، قيم X 10 و 20 و 30 و 40 حكينا المتغير عشوائي منفصل يأخذ أعداد صحيحة من الصفر فما فوق. احتمال كل منها الأول ربع والثاني ربع والثالث ربع والرابع ربع كلهم متساويين. لاحظوا لو جمعتهم كلياتهم المجموع يساوي 1، وأي احتمال منهم أكبر إيش أو قيمة غير سالبة أكبر من الصفر. إذن هذا توزيع احتمالي منفصل. الآن لو بدي أحسب التباين لهذا الجدول لابد بداية لو أجانا باختبار سؤال أوجد التباين لابد أن أقوم بعملية إيجاد التوقع الرياضي، وإحنا الهدف تطبيق وفهم آلية الحساب وليس التعقيد. فالآن نقول لحساب التباين لابد أن نجد الخطوة رقم 1 التوقع X، وتوقع X كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن حاصل ضرب كل قيمة من قيم X في احتمالها. فنحكي العشرة في الربع
والعشرين زائد عشرين في ربع زائد ثلاثين في ربع زائد أربعين في ربع. لاحظوا نحس ووضح معكم عشرة في ربع زائد عشرين في ربع وثلاثين في ربع وأربعين في ربع. لاحظوا المقامات كلها متساوية فجمع أربعين وثلاثين سبعين وعشرة مية على أربعة عبارة عن العدد 25. إذن هذا التوقع الرياضي. الآن حتى أجد التباين خلينا نطبق كيفية حساب التباين بعد أن أوجدنا قيمة التوقع الرياضي. الآن بحكي التباين اللي هو سيجما تربيع رمز له يساوي سيجما تربيع يساوي عبارة عن حاصل قيمة طرح كل قيمة من X. أول قيمة من X 10 بطرحها من التوقع الرياضي اللي هو 25 وبربع وبضرب في احتمال أول بتغيرها شوي زائد القيمة الثانية حكينا بالجدول 20 زائد اللي حسبناه 15 هذا لازم نستخدمه في كل مرات مضروب في توقع برضو ربع زائد القيمة الثالثة اللي هي 30 مطروحة منها 15 مضروب منها التربيع مضروب أيضا في ربع الاحتمال الأخير 40 آخر قيمة تغير عشوائي مطروح منه 15 بربع وبضرب في العدد ربع يساوي. لاحظوا القيم X 10 و 20 و 30 و 40 اللي حسبته 25 هو التوقع فبطرح كل قيمة من 25 بربحها وبضربها في العدد ربع. هذه صيغة القانون إحنا فهمناها ما في داعي نحفظ القانون بالتفصيل. قيمة العشرة ناقص 25 تربيع في الأف أوف الإكس. الآن لاحظوا إشارة التربيع في أن قد تكون ناتج سالب أحيانا التربيع بلغي إشارة السالب إنه 10 ناقص 25 هي 15 سالب 15 مع التربيع تصير إشارتها موجب والعشرين ناقص 15 5 ما في مشكلة هنا برضو موجب وهذه موجب لازم الربع ونضرب في العدد ربع. طبعا هنا في الاختبار لابد أن نستخدم الآلة الحاسبة حتى نختصر الوقت لابد أن نستخدم الآلة الحاسبة. الآن بعد عمليات حسابية بسيطة هذه المعادلة تقريبا اللي حسبناها قبل قليل 10 ناقص 25 تربيع في الربع والعشرين والثلاثين والأربعين طرحتهم من التوقع الرياضي الخطوة الأولى وضربت في احتمال كل واحد بعملية حسابية بسيطة نجد أن الناتج النهائي يساوي لاحظوا المقامات متساوية الأربعة فال15 تربيع 225 5 تربيع 25 25 و5 225 مجموع قسمته على أربعة طلع الجواب النهائي 125. هذا هو التباين. الآن أما الجذر التربيع الموجب ما بحتاج سالب جذر التربيع الموجب للتباين فيسمى الانحراف المعياري ويعبر عنه بالرمز سيجما ويلاحظ أن الانحراف المعياري مثال السابق هو لاحظوا أن الانحراف المعياري عبارة عن جذر التربيع إلى 125 وباستخدام الأحاسيس نستطيع أن نجد هذا الجذر. إذن الانحراف المعياري هو عبارة عن جذر التباين واللي حسبناه إحنا حكينا عبارة عن 125 فنقول بأن الانحراف المعياري يساوي سيجما. إذن سيجما بدون تربيع الانحراف معياري وسيجما مع التربيع هو عبارة عن التباين والانحراف كما تعلمنا في مبادئ الإحصاء هو عبارة عن جذر التربيعي للتباين وحسب المثال السابق كان 125 فنقول بأن الانحراف المعياري هو جذر 125. خلينا الآن نشوف خواص التباين. نفس الشيء الآن إذا كان عندنا تحويل رياضي كيف يتأثر التباين والانحراف المعياري بهذا التحويل. نقول إذا كان X متغيرا عشوائيا منفصلا معدله ميو هذا اللي حسبناه في الخطوة الأولى وتباينه سيجما تربيع للإكس بدأنا نرمز للمتغير عشوائي X بالرمز سيجما تربيع نحط الX في الأسفل وكان لدينا التحويل Y تساوي AX زائد B حيث A و B ثابتان فإن. طيب خلينا أعطي شوية تفاصيل أكثر. إحنا سابقا حكينا كان عندي تحويل رياضي اللي هو Y تساوي A في X والتوقع أو المتغير عشوائي X مضروب في B
لاحظوا الـ A والـ B عددين ثابتين أو عددين حقيقيين. الآن كان عندي واحد التوقع الرياضي، فالتوقع الرياضي للـ Y الآن زي ما حكينا سابقا هو عبارة عن الـ A في التوقع الرياضي للـ X مجمع للـ B. الآن بدنا تباين، إذا كان عندي تباين X فراح يكون المحصلة تباين الواي يساوي، فقط راح أخذ الـ A وبربحها وبضربها في تباين الـ X أو سيجما أو تباين الـ X، فقط في حالة التباين ما بضرب ما بضيف الـ B، بأخذ الـ A بربحها وبضربها في تباين الـ X. ثلاثة، الانحراف المعياري اللي هو بدون تربيع. إذا كان الانحراف المعياري الـ X معروف أو معطى، فإن الانحراف المعياري للـ Y يساوي القيمة المطلقة A مضروبة في الانحراف المعياري الـ X. لاحظوا أنه في حالة الانحراف المعياري ما بتخلص من التربيع، طبعا أي جذر أي عدد إما يكون موجب أو سالب، ففي هذه الحالة وضعت القيمة المطلقة للـ A وضربتها في انحراف الـ X. خلينا الآن نشوف كيفية حساب تباين وانحراف معياري لمتغير عشوائي كما في المثال الموضح معكم. مثال، إذا كان المتغير العشوائي X أعطانا التوقع 50 والتباين 16، أوجد معدل Y وتباينه وانحراف المعياري إذا كان لدينا التحويل الخطي 3X ناقص 4 وتساوي. الآن الأول هو من خواص التوقع الرياضي، المعدل Y هذا تعلمناه من الخواص التوقع، فبنحكي الميول الـ X عبارة أو الميول الـ Y يساوي عبارة عن E 3X ناقص 4. حكينا إذا كان عندنا تحويل خطي نقوم بضرب العدد أو التوقع الرياضي بالعدد 3 وطرحه من العدد 4، فنقول أن 3 في 50 هذا معطى ناقص 4 بطلع 146. تباين Y حسب ما ذكرنا في القاعدة هذه نأخذ فقط المعامل اللي هو معامل X اللي هو A 3 من ربع بصير 9 مضرب فيه تباين X اللي هو 16، فنقول 9 في 16 يساوي 144. الانحراف المعيار عبارة عن الجذر التربيعي لل 144 أو عبارة عن القيمة المطلقة لل A في 4. لاحظوا في طريقتين بقدر أحسب الانحراف المعياري، إما أن أخذ الجذر التربيعي مباشرة أو أستطيع أن أخذ عبارة عن زي ما حكيت عبارة عن الـ A قيمة المطلقة للـ A في الانحراف المعياري للـ Y للـ X. الانحراف المعياري للـ X هو عبارة عن جذر 16 اللي هو 4، والـ A هي ما قيمتها مطلقة مش رح تأثر لأنه موجب 3 في 4 ويساوي العدد يساوي العدد 12. إذا هيك تقريبا خلصنا توزيع الاحتمال المنفصل، تعريفه، أخذنا التوقع الرياضي والتباين وخواص كل من التوقع الرياضي والتباين للمتغير العشوائي المنفصل. طيب قبل أن نختم الباب الثاني أو الفصل الثاني، دعونا نأخذ موضوع أخير رح يكون عنوانه توزيعات احتمالية خاصة. توزيعات احتمالية خاصة للمتغير العشوائي المنفصل، رح نأخذ نوعين من توزيعات الاحتمالية الخاصة. طبعا هذه التوزيعات رح تساعدنا في حساب احتمال أي حادث بشكل سريع دون اللجوء إلى بناء جدول أو دالة function f of x. فنقول بأن هنالك كثير من المتغيرات العشوائية التي شاع استعمال توزيعات الاحتمالية، بحيث من المفيد دراسة كل منها على حدة ومن هذه التوزيعات. طبعا احنا عندنا توزيعات كثيرة لكن احنا راح نركز على اهم اثنين، اهم توزيعين في او توزيعات احتمالية منفصلة. التوزيع الاول يسمى توزيع ذات الحدين، وباللغة الانجليزية بسموه binomial distribution. اذا binomial distribution توزيع ذات الحدين.
خلينا نشوف شو تعريف هذا التوزيع أو ما هي التجارب التي تنطبق عليها توزيع ذات الحدين. فنقول أنه في كثير من التجارب تكون أحد أو النتيجة أحد الأمرين، إما نجاح أو فشل، وتتألف هذه التجارب من تكرار وإعادة المحاولات المستقلة عن بعضها البعض. أبسط مثال على هذه التجارب إلقاء قطعة نقد. لما نرمي قطعة نقد في عندنا نتيجتين، إما ظهور الصورة وإما ظهور الكتابة، وتكون نتيجة أي محاولة مستقلة عن الأخرى وهكذا. فنقول بأن في الرمي الأولى ظهرت صورة، الرمي الثاني النتيجة اللي ظهرت في الحالة الأولى لن تؤثر على ظهور الصورة أو الكتابة في الرمية الثانية وهكذا. هذه المحاولات تسمى محاولات برنولي. إذن هذه المحاولات تسمى محاولات برنولي. الآن نفس الشيء قطعة نرد. النرد الآن إذا أنا أجريت تجربة وسألت عن ظهور عدد معين، راح يكون عندي أحد النتيجتين، إما ظهور ذلك العدد أو عدم ظهوره. أيضا هذه تسمى محاولات برنولي. لاحظوا النرد أيضا صح عندي ستة أوجه، لكن في عملية إلقاء قطعة نقد إذا كان السؤال عن ظهور عدد معين، فإما النتيجة أن يظهر ذلك العدد أو لا يظهر. فالآن لو سألت عن ظهور العدد واحد، هناك احتمال أن يظهر عدد واحد وواحد على ستة. لاحظوا أن كل الوجه له احتمال واحد على ستة. عدم ظهور العدد واحد هو خمسة على ستة، متممة الواحد على ستة هي خمسة على ستة. إذا ما ظهرش العدد واحد قد يظهر لدي العدد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، فنقول متممة راح تكون عن خمسة على ستة. فهذه التجارب في العادة تسمى محاولات برنولي. طالب سجل في مادة ما مقرر ما، في النهاية إما أن يكون عنده أحد الخيارين، إما أن ينجح وإما أن يفشل. لو سجلها أكثر من مرة برضو عندي نفس النتيجة أو كرر يعني تسجيل مرة أخرى، فنقول هذه التجارب كلها تسمى محاولات برنولي. فدعونا نعرف محاولات برنولي، برنولي ترايلز. فنقول أن كل تجربة تحقق الشروط التالية تسمى محاولات برنولي. شو الشروط؟ نتيجة كل محاولة أحد الأمرين، أحدهما نسميها النجاح والأخرى بالفشل. رمي قطعة نقد، إما أن تنجح أو تظهر الصورة أو لا تظهر، إما أن تظهر الكتابة أو لا تظهر، فهذه أحد النتيجتين. زهرة النرد أو زهر النرد، إما أن يظهر العدد فرضا واحد أو لا يظهر، أحد الأمرين. نتيجة كل محاولة مستقلة عن المحاولة الأخرى. عملية أو يعني الطالب إذا رمى قطعة النقد ظهرت صورة، المرة الثانية لما يرمي قطعة نقد أخرى لن تكون للمحاولة الأولى أي تأثير على المحاولة الأخرى، فنقول هذه مستقلة. طالب سجل المادة في فصل معين، حمل هذه المادة أو رسم فيها، رد بسجلها مرة أخرى، الفصل الثاني لن يؤثر على محاولته في الفصل أو الفصل الأول لن يؤثر على محاولته في الفصل الثاني. احتمال النجاح في كل محاولة عدد ثابت، رح نرمز لاحتمال النجاح بالعدد P، أما احتمال الفشل فهو متممته رح يكون هو Q، رح نرمز له، هي عبارة عن 1 ناقص P. دائما لاحظوا أن عملية النجاح وعدم النجاح مجموعهم رح يساوي 1. احتمال هطول المطر 70% فمتممته رح تكون 30%، مجموعهم رح يطلع لنا 100%. من الأمثلة على هذه التجارب في عندنا مجموعات يعني أمثلة أخرى غير ذكرناهم، فحص مجموعة من المصابيح الكهربائية. إذا عندي مصباح كهربائي إذا بدي أفحصه، إما أن يكون صالح للإنارة أو أن يكون تالف، إذا صالح للاستخدام أو تالف ليس لدينا خيار آخر. فحص مجموعة من الطلاب أو الطلبة لمعرفة حاجتهم إلى نظارات طبية، إما أن يكون طالب نظره سليم فلا يحتاج، وإما أن يكون لديه ضعف في البصر فنقول إنه في حاجة إلى نظارة طبية. فهذه جميعها من الأمثلة على تجارب برنولي. طيب خلينا نشوف التوزيع الاحتمالي لتجارب برنولي. تعريف، خلينا نشوف الآن تعريف، هذا التعريف مهم طبعا. الصيغة اللي عنوان هي راح تكون عليها تطبيقات كثيرة. فنقول إذا أجريت تجربة برنولي إن من المرات، يعني عندي قطعة نقد، فحصت مصابيح كهربائية،
شفت عدد من الطلاب. كان احتمال النجاح في كل محاولة هي، وكان عدد وإكس يمثل عدد النجاحات. يعني الآن بدي أحكي لو أجيت عندي مصابيح كهربائية 50 مصباح، بدي أشوف هل هو صالح ولا غير صالح، فحصت 50 مصباح طلع 40 صالح، فنقول أن احتمال النجاح هو عبارة عن 40/50، فإكس يمثل عدد النجاحات. إذن عندي 40 إصباح صالح، فنسبة النجاح هتكون 40/50، والفشل رح تكون احتمال متمم اللي هو 10/50. فإن هذه المحاولات أو هذه التجربة نرمز لها بالرمز، نقول بي إكس كابيتال يساوي إكس سمول يساوي أن سي ريل إكس مضروبة في بي ريل إكس مضروبة في 1 - بي إن ماينس إكس، والإكس يساوي 0 - 1 لغاية أن. لاحظوا الآن، خلينا شوي نفصل هذا القانون أكثر، لأن نحن نتكلم عن توزيع احتمالي منفصل، فقيمة من الإكس راح تأخذ أعداد صحيحة من 0 - 1 - 2 لغاية N. طبعا هذه المعادلة اللي أمامنا، هذه المعادلة اللي أمامنا بسموها، هذه الأمام يسموه هو توزيع الاحتمالي المتغير ذات الحدين، ورح نرمز له بالرمز BXNP. إذن إحنا إذا أجرينا تجربة برنولي إن من المرات بحيث كان احتمال النجاح P واحتمال الفشل 1 - P، بحيث X يمثل، X هو المتغير عشوائي يمثل عدد النجاحات، فيمكن أن نجد توزيع احتمالي لمتغير ذات الحدين. هذا بسموه متغير ذات الحدين، X الذي ينتمي إلى تجربة برنولي بسموه متغير عشوائي ينتمي لي توزيع ذات الحدين. خلينا أكتب توزيع ذات الحدين، خلينا أكتب بشكل مبسط صيغة توزيع ذات الحدين. الآن نشوف توزيع ذات الحدين، برمز له بالرمز Px يساوي x small، لعبارة عن b الn أو x np. طبعا خلينا نفسر الرموز. البي هي تجربة برنولي ليكون نتيجتها اما ناجح او راسب، فشل نجاح فشل. الاكس هي قيمة المتغير العشوائي، الان هي عدد مرات اجراء التجربة، والبي هي نسبة النجاح. هذه الصيغة تساوي عبارة عن الان في السي في الاكس. الان في السي الاكس هي عبارة عن كومبينيشن اللي هي توافيق، هي عملية ترتيب، عفوا هي طرق اختيار X من N من العناصر بغض النظر عن الترتيب. فنقول هي عبارة عن N C لل X، هذا تعلمناه في الباب الأول، مضروب في ال P اللي هي نسبة النجاح، راح تكون مرفوعة للمتغير العشوائي X مضروب في المتممة اللي هو 1 - بي أو سمينا الكيو إن ماينس إكس. هذه الصيغة أو هذا التوزيع بسموه، فإذا كان عندي متغير عشوائي يتبع أو متغير عشوائي يحقق هذه الخواص، فنقول بأن هذا متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين. متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين، هذه احد التوزيعات الاحتمالية الخاصة. اذا حتى احل اي مسألة تتبع او اي متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين، لابد ان اعرف قيم كل من قيم اكس وعدد مرات إجراء التجربة وP هي نسبة النجاح، وراح تكون متممتها هي نسبة الفشل. خلينا الآن نطبق مثال على هذه الصيغة. إذن في تجربة برنولي رح نرمز لها، أو توزيع ذات الحدين اللي بتبع لتجربة
أو توزيع ذات الحدين اللي بيحقق خاصية أو تجربة برنولي راح نرمز له بال B X N P ونفسها هي عبارة عن P X يساوي X عبارة عن N C لل X N combination توفيق N combination X مضروبة في P قوة X في 1 minus P N minus X. خلينا الآن بعد ما نطبق المثال راح نشوف الأمور إنها أسهل مما هو ظهر أمامنا. خليني الآن أطبق المثال الأول وأحاول أخفي الحل. خلينا نحل هذا المثال الأول مع بعض ونشوف كيف راح نطبق صيغة توزيع ذات الحدين. طيب خلينا الآن نبدأ بشوف المعطيات. المثال بيحكي رمية قطعة نقد متزنة 4 مرات، هذا المثال أمامنا. إذا عندنا الـ N يساوي 4، هاي أول معطى في السؤال. جد التوزيع الاحتمالي لهذه التجربة ثم أوجد احتمال ظهور الصورة 4 مرات. إذا نشوف الآن إذا أنا بتكلم عن ظهور الصورة فبنحكي احتمال النجاح في كل رمية، دائما النجاح يمثل كل رمية هو عبارة عن نص، والفشل اللي هو الكيو أو 1 ماينس في أيضا يساوي نص. والسؤال بيسألني بدي احتمال إكس تساوي 4 مرات اللي هي 4. لاحظوا رمية قطعة نقد 4 مرات لأن تساوي 4. الآن دائما النجاح أنا بحدده إذا لم يكن يعطى بالسؤال، إذا لم يعطى السؤال بحدده. فلاحظوا الآن النجاح بما أني بتكلم عن ظهور الصورة فبحكي إنه في كل رمية راح يكون عندي احتمال في كل تجربة احتمال إنها تظهر الصورة يساوي 1/2. الكيو هنعيد كتابته بصورة أوضح. الكيو هي الفشل، إذا لم تظهر الصورة راح تطلع عنا كتابة، واحتمال الكتابة أيضا يساوي 1 ناقص النص عبارة عن 1 ناقص نص. الكيو عبارة عن 1 ناقص بي، خلينا نحكي عن الكيو اللي 1 ناقص بي يساوي نص. الآن السؤال بحكي أوجد احتمال ظهور الصورة، أو شو لازم نوجد التوزيع الاحتمالي بشكل عام ثم نجد احتمال ظهور الصورة 4 مرات، 5 مرات، 3 مرات، مرتين. طبعا أنا لما أرمي قطعة نقد أكثر احتمال رح يطلع عندي الصورة 4 مرات، رح يطلع عندي 4، هذا الحد الأقصى. إما أن يظهر عندي 4 وإما أن يظهر عندي 3 وإما أن تظهر الصورة مرتين في 4 محاولات، وإما أن تظهر مرة واحدة وإما أن لا تظهر ولا مرة، قد تطلع كلهم كتابة. طيب خلينا أطبق توزيع ذات الحدين اللي هو حكينا P X يساوي 4، هو عبارة عن رمزنا له أيضا رمز آخر عبارة عن الـ N 4 مرات والـ X كمان 4 واحتمال النجاح والفشل يساوي نص. يساوي الـ N 4 C 4 مضروب في احتمال النجاح ونص مرفوع قوة الـ X كمان 4 مضروب في الفشل اللي هو كمان 1 ناقص نص N minus X، فنقول 4 ناقص 4. لاحظوا الأربعة C الأربعة حسب قانون التوفيق عبارة عن مضروب الأربعة على 4 ناقص 4 0 في مضروب الأربعة. دخلنا في الباب أو الفصل الأول، 4 ناقص 4 في مضروبها في مضروب الأربعة، ضرب بالنص قوة 4 مضروب في نفسها 4 مرات يعني 1/16، والنص قوة 4 ناقص 4 0، وأي عدد نرفع للعدد 0 هو عبارة عن عدد 1 يساوي هذه 0 مضروب 0 1 و 4 مضروبها بسط مقام يتبقى عندي 1 1، فبيطلع الجواب 1/16. إذن عند إلقاء قطعة نقد 4 مرات احتمال أن تظهر الصورة 4 مرات في كل محاولات يساوي 1/16. خلينا نطبق أو نشوف الحل اللي عرضناه أمامكم. فبحكي إن هذه التجربة تحقق شروط تجربة ذات الحدين لتجارب برنولي، إن تساوي 4 والبي تساوي نصف، ومنها
bx 4.5 يساوي b bx تساوي طبعا هنا خليتها بشكل عام بعد ما وضعتش قيمة x، فنقول 4 c للx في نصف قوة x في 1 ناقص نص 4 ناقص x، x تساوي من 0 و 2 3. هذا المطلوب الأول، أوجد التوزيع الاحتمالي لهذه التجربة. هذا التوزيع الاحتمالي هو توزيع ذات الحدين. الآن عندي أحد المطالب، أوجد احتمال ظهور الصورة 4 مرات. إذا ظهرت الصورة 4 مرات فبدي أعوض 4 محل الـ x. إذا مصير عندي 4 سير 4 ضرب نص قوة 4 في 1 ناقص نص قوة 4 ناقص 4، لازم حكينا 1 في نص اللي هي 1 على 16، وهذه أيضا 1، بالنتيجة النهائية تساوي 1 على 16. لاحظوا من خلال هذه الصيغة العامة لتوزيع هذا التوزيع أستطيع أني أحسب عدم ظهور الصورة اللي يمثل x تساوي 0. إذا سألنا السؤال أنه عدم ظهور الصورة معناته قيمة المتغير العشوائي 0 يعني ولا مرة، أو ظهور الصورة مرة واحدة في x تساوي 1 وهكذا. والحد الأقصى إذا كان عندي تجربة 4 مرات يجب أن تظهر الصورة 4 مرات كحد أقصى، أو لا تظهر بالمرة اللي هو px تساوي 0، أو قد تظهر مرة واحدة مرتين وثلاث مرات. لنحسب ما نسأل السؤال فقط عملية التعويض داخل هذه المعادلة اللي هي الصورة العامة لهذا التوزيع، واستخدام الآلة الحاسبة طبعا أيضا نستطيع أن نحسب قيم أي حد من هذه الحدود الظاهرة أمامنا، سواء الكومبينيشن، سواء المقدار أو مقدار كسري مرفوع لأس معين، وكذلك مقدار كسري أس معين. جميع هذه القيم باستخدام الآلة الحاسبة نستطيع أن نجدها بشكل سريع جدا، لكن المهم أن نجد التوزيع الاحتمالي العام لذات الحدين، وبعدين بناء عليه نستطيع أن نجد إجابة أي سؤال. خليني أطرح التمرين الأول والثاني كتطبيق لمفهوم تجربة ذات الحدين. التمرين الأول بيحكي رميت زهرة نبت منتظمة ثلاث مرات. شوفوا الآن أنا بتكلم عن عدم ظهور العدد 6 فيها، ما احتمال عدم ظهور العدد 6؟ أنا بتكلم أنا الآن احتمال النجاح هو العدد 6، ستة أو احتمال شو اسمه احتمال ظهور العدد 6، وبدي أسأل عن قيمة المتغير العشوائي عدم ظهور العدد 6 اللي هو x يساوي 0، واحتمال ظهور العدد 6 ثلاث مرات، يعني في ثلاث محاولات ظهرت 6 ثلاث مرات. لاحظوا أنه تجربة النرد بما أننا نتكلم عن عدد 6 فإما أن تظهر أو يظهر عدد 6 أو لا يظهر. ظهور العدد 6 احتماله يساوي 1 على أو 1 على 6 اللي هو سدس، وعدم ظهوره هو المتممة 5 على 6. فالآن أنا بتكلم عن متغير عشوائي، طبعا هذه تجربة برنولي، أستطيع أني أبني توزيع ذات الحدين، باستخدام هذا التوزيع أستطيع أيضا أن أجيب عن احتمال ظهور عدد 6 ولا مرة، مرة، مرتين وثلاث مرات حسب ما هو مطلوب في السؤال. الآن خلينا ننتقل لتمرين آخر برضه، راح أعطيكم وقت للتفكير بهذه المسائل. طبعا هو عملية حل هذا التمرين من قبل الطلاب هو فهم كامل لمفهوم ذات الحدين. في تجربة تمرين آخر بيتكلم أنه في تجربة ذات الحدين أيضا حدد نوع التجربة إذا كان N 15 معطيات جاهزة والبي 1 بالعشرة، احتمال النجاح 1 بالعشرة، فالفشل راح يكون متممة تقوله 9 بالعشرة. أوجد بي إكس أقل أو تساوي 2 حيث إكس مثل عدد نجاحات. لاحظوا الآن بما أنني أتكلم عن توزيع احتمالي منفصل حكينا x أقل وتساوي 2 معناته إما أن تكون x 2 أو 1 أو 0، معناته أنا بدي أجمع بشكل عام، خلينا نحكي بشكل عام، لما حكينا بشكل عام بدي p للx أقل أو تساوي عدد معين فرضا 2، فنقول بأن هذا عبارة عن p للx فالقيمة راح يأخذها المتغير العشوائي هي 0، زائد راح أوجد احتمال عند الواحد زائد احتمال x تساوي 2. إذن راح يكون عندي ثلاث حالات مختلفة، بما أنه أقل أو تساوي 2 لازم أحسب عند الصفر والواحد والاثنين. دائما المتغير العشوائي المنفصل أقل قيمة قد يأخذها الصفر، بعدين موجب واحد، موجب 2، وهكذا.
خلينا نشوف زي ما شفنا خواص المتغير العشوائي من ناحية التوقع الرياضي أو التوقع الرياضي والتباين المتغير العشوائي بشكل عام. خلينا نشوف خواص التوقع الرياضي والتباين المتغير العشوائي الذي يتبع توزيع ذات الحدين. إذا كان عندي متغير عشوائي يتبع هذا التوزيع، ما هي الخواص التي تنطبق عليه كما تعلمنا سابقا؟ بشكل عام التوقع الرياضي والتباين المتغير العشوائي بصورة عامة، إذا كان عندي توزيع الواي تساوي AX زائد B، فهو التوقع الرياضي يتأثر بالأول حاصل ضربه مع إضافة المتغير B. التباين عبارة عن الـ A تربيع في التباين الـ X، والانحراف المعيار هو عبارة عن قيمة مطلقة الـ A في الانحراف المعيار للـ X. الآن إذا كان عندي متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين، فما الذي سيحصل؟ كيف سيتأثر؟ فنقول إذا كان X متغير عشوائيا يتبع توزيع ذات الحدين، لاحظوا دائما توزيع ذات الحدين في عندي ثلاث شغلات لازم أتعرف عليها: الـ X والـ N عدد مرات إجراء التجربة، والـ P نسبة النجاح. فنقول لأن توقع X هو مباشرة لميو لإي للX، expectation عبارة فقط عن حاصل ضرب عدد مرات إجراء التجربة في احتمال النجاح. أما التباين اللي هو سيجما تربيع، فهو عبارة عن حاصل ضرب عدد مرات إجراء التجربة في احتمال النجاح في احتمال الفشل. فنقول في أن PN P في الـ Q. مثال: ما هو التوقع الرياضي والتباين لمتغير ذات متغير ذات الحدين إذا كان الـ P 2 على 3 والـ N تساوي 60؟ يعني إذا أجرينا تجربة 60 مرة وكان نسبة النجاح 2 على 3، بالتأكيد نسبة الفشل هي المتممة اللي هي 1 على 3، فما هو التوقع وتباين ذلك المتغير العشوائي؟ لاحظوا من خلال الخواص نقول بأن الناتج يساوي 60 ضرب 2 على 3 مباشرة ويساوي العدد 40. الآن في التباين بحتاج أني أضرب الـ N في الـ P في الـ Q، وهذا يساوي 60 في النجاح 2 على 3 لـ Q، الفشل يساوي 1 على 3 ويساوي 40 على 3. الآن لو جيت سألت بالاختبار ما هو الانحراف المعياري لهذا المتغير العشوائي، بما أني حسبت التباين فاستطيع أن أجد الانحراف المعياري من خلال أخذ الجذر التربيعي للعدد 40 على 3. إذن الانحراف المعياري لمتغير ذات الحدين نستطيع أن نحسبه من خلال حساب التباين، فنقول بأنه عبارة عن الجذر التربيعي لـ N في الـ P في الـ Q. هذه يعني بشكل سريع وبسيط، ولاحظوا أن المثال ما فيه نوع من أي نوع من التعقيد. طيب التوزيع الثاني والأخير في محاضرتنا لهذا اليوم، اللي هو راح يمثل نهاية الباب الثاني أو الفصل الثاني، يسموه توزيع بواسون، بواسون ديستريبيوشن. شوف الآن اللي بيميز تجارب بواسون عن التجارب ذات الحدين أو برنولي، إن التجارب التي تعطينا عدد النجاحات في فترة زمنية معينة أو منطقة محددة، الآن صار في عندي معدل فترة زمنية معينة، عدد نجاحات في فترة زمنية معينة أو منطقة محددة تسمى بواسون، والفترة الزمنية قد تكون دقيقة، يوم، أسبوع أو شهر، أما المنطقة المحددة فقد تكون صفحة من كتاب، مترا مربعا أو غير ذلك. في صار فرق بين تجارب ذات الحدين وبواسون. تجارب ذات الحدين هي إما أن تكون نتيجتها ناجح أو نجاح أو فشل، لا تتعلق بفترة زمنية أو منطقة محددة، نجيها إن من المرات. أما تجارب أو توزيع بواسون هي تجارب، أو إذا كان عندنا تجارب تعطينا نجاحات في فترة زمنية معينة، فمثلا نقول بأن عدد الحوادث على طريق ما خلال أسبوع معين، لاحظوا هنا أصبح عندي معدل، فهذا الذي يفرق تجارب هذه التجارب يسمى تجارب بواسون عن تجارب برنولي. هنا ارتبط النجاح بفترة زمنية أو بمنطقة محددة. بشكل عام خلينا نشوف بعد أن نأخذ أمثلة على تجارب بواسون. بشكل عام تجربة بواسون تحقق شروط التالية: معدل النجاحات التي تحدث في فترة زمنية أو منطقة محددة معلوم،
وليكن لمدا. راح نرمز لهذا المعدل بالرمز لمدا. تمام. إذا لما نشوف سؤال فينا معدل مرتبط بفترة زمنية معينة فنحن نتكلم عن تجارب بواسن. واحتمال حدوث نجاح حادث واحد في فترة زمنية أو منطقة زمنية قصيرة أو منطقة زمنية صغيرة يتناسب مع طول تلك الفترة ومساحة تلك المنطقة. لاحظوا الآن بحكي إنه احتمال حدوث حادث على طريق مثلا صحراوي في يوم واحد أو في أسبوع، فهذا الاحتمال بزيد حسب طول أو قصر الفترة الزمنية. احتمال حدوث نجاحين أو أكثر في فترة زمنية قصيرة أو منطقة صغيرة مهمل. دائما احنا نحكي يعني من خصائص توزيع بواسون، إذا كان عندي فترة زمنية قصيرة جدا أو صغيرة احتمال النجاح نهمله. أربع، حدوث نجاحات في فترة زمنية مستقلة عن حدوث نجاحات أخرى في فترات زمنية منفصلة. الآن بتكلم إنه عدد حوادث سيارات على طريق صحراوي خلال أسبوع معين رح يختلف عن الأسبوع اللي بعده أو الذي قبله، كل أسبوع له ظروفه، فاحتمال النجاحات حسب فترات زمنية يختلف حسب المنطقة أو حسب المدة الزمنية. طيب خلينا نعرف توزيع بواسون. التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي بواسون X والذي يمثل عدد النجاحات في فترة زمنية محددة أو منطقة يعطى حسب الصيغة أمامنا. خلينا نشوف صيغة توزيع بواسون التي تختلف عن توزيع ذات الحدين. نفس الشيء راح نحكي P X تساوي X يساوي رح نرمز له بالرمز P X فاصلة منقوطة لمدا. لمدا عدد النجاحات و X احتمال المتغير العشوائي يساوي. صيغة هذا القانون هي عبارة عن E قوة ناقص لمدا مضروب في لمدا قوة X مقسوم على مضروب X. هذه عملية ضرب، لاحظوا عشان نفرقها خلينا نحطها على شكل ستار. هذه الصيغة هذا يسمى توزيع ذات أو توزيع بواسون. هذا يسمى توزيع بواسون، واللمدة هي معدل النجاحات أو معدل النجاح في فترة زمنية معينة. معدل النجاح في فترة زمنية، والإكس هي قيمة المتغير العشوائي اللي راح يسألنا عنه السؤال مرة مرتين ثلاثة تمن قيمة صحيحة. فنقول بأن هذه الصيغة هي صيغة بواسون وهي موضحة أمامكم حسب معادلة تالية. فنقول بي إكس لامدا، هذا أحد الرموز، هو نفسه بي إكس كابيتال يساوي إكس مود، عبارة عن إي إكسبونانشال للماينس لامدا مضروب في اللمدة قوة X على مضروب X، والX راح تأخذ قيمة من 0 1 2 إلى آخره. لاحظوا أن اللمدة هي معدل النجاحات في الفترة الزمنية أو المنطقة المحددة، والE هي عدد تقريبا قيمته 2.718. هذه طبعا باستخدام الحاسبة نستطيع أن نجد قيم البسط والمقام بشكل سريع. خلينا نأخذ مثال على توزيع ذات الحدين. لاحظوا الآن خلينا نشوف كيف نحدد من خلال مثال كيف راح نطبقه على تجارب بواسون. تصل المكالمات الهاتفية إلى مقسم أحد المستشفيات بمعدل مكالمة واحدة في الدقيقة. إذا معدل النجاح هي مكالمة واحدة في الدقيقتين الفترة الزمنية تم تحديدها من خلال دقيقتين، ما احتمال وصول مكالمات حسب الحوادث التالية؟ صفر مكالمة في 4 دقائق، 4 مكالمات في فترة 4 دقائق، هون 4 دقائق. إذا كان عندي مستشفى فيها سنترال بوصلها مكالمة واحدة كل دقيقتين، ما احتمال إنه ولا توصل ولا مكالمة في مدة 4 دقائق وتوصل 4 مكالمات في فترة 4 دقائق؟ خلينا نبدأ بحل هذا المثال. بما أنه حكالي معدل
وفي عندي فترة زمنية، فنحن نتكلم الآن عن تجارب. نحن نتكلم الآن عن تجارب قواسم. لاحظوا أنه في عندي معدل مكالمة في فترة زمنية معددة. نفرض أن X يساوي عدد المكالمات في فترة 4 دقائق. طيب معدل النجاح، لاحظوا أنه إذا كان معدل مكالمة في واحدة في الدقيقتين، فكم راح يكون معدل؟ خلينا نوضح شوي هذا بس المعطيات. لاحظوا حسب ما أعطانا السؤال، أنا بدي أحاول أحسب المعدل في 4 دقائق، وأعطانا مكالمة واحدة في دقيقتين. طيب في الدقيقة، معناته في الدقيقة الواحدة، في الدقيقة الواحدة راح يكون المعدل اللي هو لمدة يساوي نص. معناته في 4 دقائق كم راح يكون المعدل؟ في 4 دقائق ما هو المعدل؟ فنقول إنه اللمدة في 4 دقائق راح يساوي عبارة عن نص، أو عفوا هنا نص وليس ربع. إذن هذا نصف، ففي 4 دقائق راح يكون نصف اللي هي الدقيقة واحدة في 4 ويساوي 2، معناته في 4 دقائق راح توصلني مكالمتين. أو بشكل أبسط طريقة أخرى، إذا كان مكالمة واحدة في الدقيقتين، ففي 4 دقائق راح أضرب باثنين، فنقول فإن لمدة تساوي نص في 4 يساوي 2، أو 2 في 2 يساوي 4. وبما أن X يتبع توزيع بواسون، فأستطيع أن أطبق الصيغة السابقة، هذه الصيغة، فنقول صفر مكالمة، صفر مكالمة في 4 دقائق معناته X يساوي صفر، فنقول أن PX أو P صفر 2 اللي هي معدل النجاحات، و X يساوي صفر، وتساوي بي اكس تساوي صفر، تساوي اي قوة ناقص لمدة، لمدة 2، فاي قوة ناقص 2 في 2 قوة اكس اللي صفر على مضروب الصفر. لاحظوا 2 قوة صفر 1، ومضروب الصفر ايضا 1، فتساوي اي قوة ناقص لمدة، وباستخدام الآلة الحاسبة طلع 1353 من 10000. هذا احتمال عدم وصول ولا مكالمة في 4 دقائق. الآن باء بتكلم عن وصول 4 مكالمات في 4 دقائق، فنفس الصيغة لكن بحكي X تساوي 4، معدل النجاح 2، ويساوي PX تساوي 4، E قوة ناقص 2 في 2 قوة 4 على مضروب 4. طبعا الـ E قوة ناقص 2 خليناها لحالة، 2 قوة 4 16 ومضروب 4 24. باستخدام أيضا الآلة الحاسبة بيطلع 902 من 10000، واحتمال وصول 4 مكالمات في 4 دقائق. إذن بما أنه لاحظ التوزيع ذات الحدين، بواسن فقط نحتاج المعدل لو كان عندنا 2، ونحتاج قيمة المتغير العشوائي X، قد تكون 0 1 2 إلى آخره. الآن الصيغة العامة لتوزيع بواسون حكينا عبارة عن X فاصلة لمدة، وتساوي E قوة ناقص لمدة في لمدة قوة X على مضروب X. خلينا نخليها بصورة عامة، بما أنه عندي قيمة المعدل 2، فرح يصير عندي قوة ناقص 2 مضروب في 2 قوة X على 2 أو على X في مضروبها. يعني حسب ما هو بسألنا السؤال، لما سألني السؤال حكى لي X تساوي صفر، معناته لازم أعوض محل X صفر في هذه المعادلة، فبحكي P02 تساوي E قوة ناقص 2 مضروب في 2 قوة صفر مقسوم على مضروب الصفر. دائما مضروب الصفر 1، و2 قوة صفر 1، فبطلع عندي E قوة ناقص 2 ويساوي فاصلة 0.13553. دائما الاي دائما مضروب الصفر هذا يساوي 1، واي عدد مرفوع لصفر ايضا يساوي 1، ففقط بتبقى عندي اي قوة ناقص 2، وهي هذه الناتج حسب ما وضحناه. الحالة باء
لما x تساوي 2 نعوض محل x 2 باستخدام ايضا الآلة الحاسبة نستطيع ان نجد احتمال x تساوي 2. ايضا وضعت تمرين حوض توزيع بواسون، معدل حوادث السيارات عند اشارة ضوئية 3 في الاسبوع الواحد. ما احتمال عدم حدوث اي حادث، يعني x تساوي 0 في اسبوع معين، وما احتمال حدوث حادثين او اقل في اسبوع معين. لاحظوا ان المعدل حافظنا على نفسه. الاسبوع الواحد 3، لو اجينا سألنا على اسبوعين راح يكون عدد الحوادث كم معدله؟ يساوي 6. لو كان 3 اسابيع راح يكون 9 وهكذا. لكن انا خليت السؤال على اسبوع واحد، فاحنا بنحاول نحسب قيمة المتغير عشوائي x 0 و حادثين او اقل. لاحظوا الجزء الثاني حادثين او اقل، انا بتكلم عن بي اكس اقل او تساوي 2. اخر شيء في هذه المحاضره خواص التوقع الرياضي والتباين المتغير العشوائي الذي يتبع توزيع بواسون. فنقول نظريه اذا كان اكس متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون، توزيع الاحتمال بي اكس لامدا، حيث لامدا عدد الحوادث في فتره زمنيه معينه، فان توقع اكس هو E للX يساوي لامدا، والتباين أيضا يساوي لامدا. لاحظوا التوقع الرياضي والتباين فقط هو عبارة نفسه عبارة عن معدل الحوادث نجاح في فترة زمنية معينة. ما هو التوقع الرياضي انحراف معيار متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون؟ لامدا تساوي 25. ما هو التوقع الرياضي انحراف معياري؟ التوقع الرياضي هو نفسه لامدا 25، التباين هو أيضا 25، لكن هو سألنا عن الانحراف، وزي ما ذكرنا سابقا الانحراف عبارة عن جذر التربيعي للتباين، فنقول عبارة عن سيجما للإكس عبارة عن 5. لاحظ أن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. بنهاية هذا المثال بحمد الله تم الانتهاء من الباب الثاني من المتغير العشوائي والتوزيعات الاحتمالية المنفصلة. في نهاية هذه المحاضرة أشكر حسن الحضور، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في محاضرة الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.